ممكن يوسف يعالجها ازاي في الاربع ايام دول؟ قلت له ممكن يتكلم مع اللعيبه وممكن يعالج الاخطاء الدفاعيه وممكن 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 نفس خدنا اسطنبل الهدف اللي بيدخل فيه. بص، في اهداف بتبقى اخطاء من اللعيب نفسه، وفي اخطاء وفي اهداف بتبقى اخطاء تنظيميه داخل الملعب. انا شايف الخطا ده خطا تنظيمي، خطا تنظيمي وقفه اللعيبه في الملعب زي ما الكباتن الكبار اتكلموا. ما ينفعش يبقى انا بلعب اثنين ستوبر، كره من نص ملعب فور من نص ملعب بين على زاويه من الزوايا، والاثنين بينهم وبين بعض حوالي 30 متر، صعب جدا في كره القدم، مش موجود. احنا دايما اتعلمنا في كره القدم، انا ما كنتش بلعب سيرد باك، بس اللي انا اعرفه جدا هو في واحد سيرد باك كابتن والتاني يعني لما بتلعب باثنين ستوبرين اثنين مساكين، واحد بيمسك والتاني بيغطي بيعمل عمليه التغطيه، لان وارد جدا 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 ان يعني الفيرود هو اللي بيتحرك في الاول، الفيرود هو اللي بياخد الستارت الاولاني. فزي ما احمد علي كده بالظبط، هو اللي خد ستارت، لو اتعبت الكره في العمق خلاص انت عندك مساحه كبيره تقدر تعمل كل حاجه فيها، تقدر تستلم لبره، تقدر تستلم لجوه، يقدر كمان يحطها لواحد لو حد جاي من بص المساحه كبيره جدا. احنا مش شايفين اصلا كوليبالي في الكادر، يعني انت لو الاعاده بس جت من زاويه ثانيه مختلفه، لو سمير يجيب هات الاعاده سمير لو سمحت من الزاويه الخلفيه بتاعت العكسيه. بص يا جماعه، بس استنى، بص المسافه ما بين سعد سمير وكوليبالي قد ايه يا جماعه؟ انت بتتكلم في 20 30 متر، يعني اي فرود في العالم هيتحرك نفس التحرك بتاع احمد علي طبعا يعني بطبيعه الحال طبعاً. سنده صغيره جول على طول. فالنهارده التحرك كمان، حتى بص كمان الاثنين اللي واقفين قدام سعد سمير ارجع بالكوره كده يا سمير. الفاول ده كان في وقت ان احنا نقف، يعني الكوره مرمى على جنب يا ميدو، الكوره مرمى على جنب، مفيش ممكن ارجع تاني. ده فاول، بص فاول، كره فاول، انا عارف انا بتلعب بسرعه، نص ملعب بتلعب بسرعه، تلعب بسرعه يا كابتن، بس انت بتلعب بسرعه، انت كل انت واقف، لعيبتك واقفه كمان في نص، الاثنين اللي واقفين قدام سعد سمير ماسكين مين؟ مش ماسكين حد. ده بطبيعه الحال، واحد ينزل منه ويمسك الفرق محمد طاهر وسعد سمير ياخر نفسه يا كابتن. حتى دي كرة يا بلال، حتى في الطبيعي حتى لو الكوره شغاله وماشيه، دي مش وقفتنا، دي مش وقفه اثنين، مش وقفه اثنين استوبرين. انا اهم حاجه عندي ان انا احمي عمق الجون بتاعي، دي ناس، انا اسف يا كابتن، دي وقفه ناس بيلعبوا وراهم ليبرو، مش وقفت حد كده، مش وقفت والله ولا ليبرو حتى، لا وقفت اثنين وراهم واحد ليبرو واقف بيغطي هو العمق بتاع النص. دي رقم واحد. رقم اثنين، يمكن احنا اتكلمنا في بدايه المباراه على التشكيل بتاعه النادي الاهلي، وكان عندي كومنت ان احمد الشيخ بيلعب هو ناحيه اليمين ووليد سليمان بيلعب ناحيه الشمال دايما، وقلنا ان كل مدير فني بيحاول يختار او حاول يطلع الافضل من كل لعيب موجود عنده في الملعب. انا كنت شايف ان وليد سليمان هو يلعب ناحيه الرايت يا كابتن، تمام، هيقدر يستغل السرعات بتاعته، هيقدر يعمل الحته اللي هو بيعملها ويشوط العدله بتاعته اللي هو خلاص بقاله فتره بيلعبها. احمد الشيخ كان ممكن يلعب الناحيه الثانيه، بيلعب هو في كوره كويسه، مهاراته الفرديه معقوله، يقدر يلعب ما بين، يقدر يلعب مع زمايله داخل الملعب، ودي نقطه برده اثرت على الهجوم بتاع النادي الاهلي. عندك خلل كبير جدا في الهجوم طبعا، الهجوم بتاعك النهارده ما كانش موجود على الاطلاق. حتى كمان احنا اتكلمنا قلنا الاثنين النهارده لو فايقين هيفوقوا النادي الاهلي، لو مش فايقين هيبقى النادي الاهلي حالته سيئه. احمد الشيخ وناصر ماهر النهارده، احمد الشيخ وناصر ماهر مش عايز اقول ان هم وحشين، بس عايز اقول ان الاثنين مع بعض، يعني الهجوم بتاعك لما يكون اربع لعيبه فيهم اثنين بقى لهم فتره كبيره ما بيلعبوش كتير على فرق كتير النهارده فعلا على فرق، هيبقى صعب جدا كمان واحد. بس احمد الشيخ بصراحه يعني انا كنت شايف ان هو ادى دوره النهارده، كان لعيب عندك بيمسك كوره، انت بتادي دورك وبيعمل سرو باس. بص انت دورك بتقيسه على احتياجك للمباراه، على قيمه المباراه بتاعتك، مش دورك بقيسه ان انا بمسك الكوره وبباصي وبلعب واروح وباجي، يعني كان دوري لازم يكون فعال. الثلاثه اللي قدام مفيش واحد صنع جول، مفيش واحد صوب على المرمى تصويبتين خطر جدا نقول ان احنا هم مثلا التصويبات دي كان ممكن في وقت من الاوقات تتسجل هدف. هو ده الدور الطبيعي للثلاثه المهاجمين. انا بلعب 4 2 3 1 عشان الثلاثه اللي قدام كل واحد فيهم يصنع هدف، كل واحد فيهم يحاول على المرمى اكتر من مباراه. انت النادي الاهلي، قيمه النادي الاهلي بتتمثل في امكانيات اللعيبه اللي موجوده عندك داخل ارضيه الملعب. ما ينفعش يبقى انا قيمه النادي الاهلي بقول ان انا بصيت كام باصه حلوه، لعبت كام كره في العرض. انا بكلمك في المتاح، بكلمك في المتاح، وانا بكلمك في طبيعه الاداء. تمام، برضه اللي يمكن الشوط الثاني كان احنا شفنا تفوق للنادي الاهلي في بدايه الشوط الثاني، شفنا سيطره للنادي الاهلي في الشوط الثاني، شفنا ان في يعني ويك بوينت موجود عند نادي المقاولين ناحيه الشمال ناحيه حسن الشامي، كان ممكن نزود الحته الجرعه عليها دي ونستغل الحته دي بشكل جيد جدا. وكنت شايف يا كابتن ان التغييره الثانيه دي كانت ممكن تكون محمد شريف، كان ممكن هو راس الحربه الثاني، طالما ان انا ابتديت افتح عرض الملعب، طالما ابتديت ان انا العب الكرات العرضيه يبقى لازم يكون عندي اثنين في قلب ال 18 اقدر استغل الكرات العرضيه. لكن احنا برضو يمكن كابتن محمد يوسف كان له وجهه نظر مختلفه شويه، فهو نزل طلع ناصر ماهر ونزل اسلام محارب، تمام، يمكن كانت هي نفس طريقه اللعب، ما تغيرناش شويه، ما تغيرش الاداء، الايقاع ما تغيرش، برضو فضلنا بمروان محسن في نص ملعب ودي في ال 18 لوحده، ودي يمكن برضو اثرت شويه على ادائنا الهجومي.